للحديث أكثر إذا مشاهدينا عن أوضاع حقوق الإنسان في سجون العراق، وذلك بعد وفاة معتقل ثان بسجن الحوت في غضون أسبوع. معنا هاتفيا من نمسا في فيينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان سيد ضياء الشمري. مرحبا بك سيد ضياء. إذا سجين آخر توفي في غضون أسبوع في سجن الناصرية المعروف في سجن الحوت في محافظة ذي قار، ماذا تنتظر إدارة السجن وسط هذا الوباء الذي يفترس العراق؟ بداية تحيتي للجميع. حقيقة هذا كان متوقع من الحكومة العراقية، الإجراءات الغير قانونية الغير إنسانية التي اتخذتها ضد السجناء في العراق. حقيقة هي زادت الطين بلة باعتقال مواطنين، الاعتقال العشوائي اللي الآونة الأخيرة قبل أسبوع ولحد هذه اللحظة، بزيادة السجون واكتظاظ السجون بالسجناء. حقيقة كل دول العالم أخذت احترازيا لإنهاء الكثافة السكانية في السجون ما عدا في العراق تزيد الطين بلة. هذا ما يحدث في العراق. إذن العملية هي عملية انتقامية من قبل السياسيين والميليشيات العراقية التي تحكم العراق. هي فعلا لا توجد حكومة عراقية، من يحكم العراق هي الميليشيات التابعة إلى إيران. هذا ما يحدث. ولكن الحكومة سيد ضياء تتحدث عن توفير الرعاية الصحية والقانونية للمعتقلين، هل رصدتم ذلك؟ أخي أنا من سجن الحوت عندي مراسلات خطية مع كثير من سجناء، هم لا يتقاضون العلاج مالهم من الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة الموجودة لا توجد علاجات لهم، أهاليهم تحاول أن تجلب العلاج وهي زيارة كل شهر مرة، احنا نعرف هذا، ولكن الحكومة العراقية لا تسمح حتى من المواطنين أو من أهالي الزوار بجلب الدواء لهذا. كيف الحكومة العراقية تقول احنا نحن نعتني بالسجناء؟ هذا شيء غير ممكن وغير موجود. كل المنظمات الإنسانية حتى الصليب الأحمر كتب عن ما يعانون في سجن الحوت خاصة في الناصرية. سجن الحوت مكتظ بالسكنة وكل الساكنين فيه فصارهم فترة طويلة من الزمن، مدة 14 أو 15 سنة أو 16 وحتى 17 سنة موجودين في هذا السجن. ولحد هذه اللحظة الحكومة العراقية تماطل بإدلاء المعلومات عن السجناء الموجودين. طيب الآن سيد ضياء، يعني هناك مطالبات عديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية لإطلاق سراح المعتقلين وسط ما يحدث في العالم من وباء. نعم. ولا سيما أن أغلب هؤلاء المعتقلين كما تعلم يعني ليست لديهم تهم محددة، ما الذي يمنع الحكومة في بغداد من الاستجابة لهذه المطالبات؟ المطالبات هي مطالبات شرعية، لأنه السجين اللي لم تثبت عنه ولا توجه تهمة لحد هذه اللحظة، أنا أعلم جيدا وعندي مراسلات من أشخاص أربع سنوات لحد هذه اللحظة ولا توجه لهم تهمة قانونية. إذن العملية انتقامية من مجموعة من شريحة مجموعة من الشعب العراقي، لأنه هذا ما يحدث هو يحدث مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية والقضايا الحقوقية. إذا المشكلة هي مشكلة انتقام من هذه المجموعة ليس إلا. إذا ما الحل؟ هناك حديث عن تدويل أزمة المعتقلين في العراق، وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة وتفاقم الحالات، هل من الممكن تدويل قضية المعتقلين في العراق؟ رفعت قضية المعتقلين للأمم المتحدة في العراق ودرست هذا الموضوع في كل المحافل الدولية، ولكن الحكومة العراقية لم تستجيب إلى هذه الاتهامات. الحكومة العراقية هي ليست حكومة حقيقة، لا توجد سلطة بالعراق. السلطة بالعراق نحن نعلم السلطة بالعراق هي الميليشيات، الميليشيات التي هي تتحكم بالشعب العراقي، السياسيين ورؤساء الأحزاب ذولا مسلحين يا أخي، عندهم سلاح ويقتلون البشر ويعتقلون البشر. يعني حدث في الموصل دخلوا إلى سجن وقتلوا ثلاثة أشخاص
لا توجد أي تهمة عندهم، لأنه راح يخرجون من السجن، قضت الحكم عليهم وانتهت فترة المحكومية عليهم، وقتلوا قبل 3 أيام من خروجهم. هذا ما يحدث بالعراق، يحدث بالعراق انتهاكات لحقوق الإنسان، ونحن نعلم وكل العالم يعلم، ولكن الحكومة العراقية تتوقع أنه يتم لها تبرئتها من هذا. لا يبرأ الجريمة الإنسانية، لا يبرأ أي واحد مهما يكون حتى في قدم من زمن. شكرا جزيلا لك من فيينا، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، سيد ضياء الشمري.